أول ما تولى مسؤولية قيادة فريق النادي الأهلي كان ليه تصريح شهير جدا، وقال ادوني الوقت والدعم وأنا هوصلكوا للمكان اللي أنتوا عايزينه وللمستوى اللي أنتوا عايزينه. بنسبة كام في المية هو شايف إن الأهلي وصل للي هو بيطمح ليه مع الفريق من ناحية المستوى تحديدا؟ Football is not an easy thing to do. If you look at the success of Jurgen Klopp, he's already 5 years at Liverpool. Pep is already 4 years at Manchester City. You need time. If big coaches like those need time, we need time also. And it's very difficult to do things. I'm only 4 months here, 4 to 5 months. So we can't talk about time because I'm only 5 months here. And hopefully with time, I can help the team to come to a different level. I have the support from the management. I have the support from the staff. I have the support from the board, and I have support from Captain Bibo. I'm not complaining, but for the team to be where it was, it takes time. You must remember, I come from a team where I was 8 years in the team, and only achieved one Champions League title. So we, for the last 7 years, we did not achieve the Champions League, and we got something. So we need time. We need to bring in other players to help us to, if you look at the tournament, we didn't score enough goals. So we need to recruit more players. We need to strengthen the team so that next year when you come back here, we have a much stronger attack, to be honest. And football is about scoring goals. And if you talk about Manchester City, you're talking about Raheem Sterling, you're talking about Aguero, you're talking about all those players, De Bruyne. So they are the ones who make the decisions to win the game. So we don't have at the moment. هو اتكلم كتير، بلا هقول لك قال ايه ملخص اللي قاله. هو بيقول ان الكره القدم مش سهل انك تحقق النتائج بسرعه. بيقول انا يعني زي بدايه ليفربول كلوب ومدرب مانشستر سيتي، كل المدربين مع ليفربول بقى له 5 سنين، ومع مانشستر سيتي مدرب بقى له 4 سنوات، فتبقى تشوف الاتشيفمنت بتاعه، تبقى تشوف اللي هو وصل التارجت بتاعه، الاهداف بدا يوصل لها. هو بيقول بقى له 4 أو 5 شهور بس، فصعب جدا يكون حقق حاجه. هو جاي من فرقه سان داونز في افريقيا كان معاها 8 سنين، وفي خلال ال 8 سنين حقق اللقب الافريقي مره واحده. هو هنا بقى له حوالي من 4 لـ 5 شهور، مع ذلك نجح يحقق لقب افريقيا اللي هو غايب عن النادي بقى له 7 سنوات. وبيقول هو ما بينكرش ان عنده دعم الجهاز الفني ودعم الاداره ودعم اللاعبين، دعم كل الجهات في النادي، كل وخاصه الكابتن بيبو، تحديدا كابتن بيبو دعمه دائم ليه. بس هو محتاج وقت عشان يظهر، ومحتاج طبعا دعم لبعض اللاعبين الصفوف. بيقول لك انا لازم يكون في لعيبه برضو تقوي الفريق، او يعني بيقول زي اجويرو، زي لعيبه في الانديه الكبيره بيبقى ليها الكلمه في احراز الاهداف، خاصه ان احنا ما احرزناش اهداف في كاس العالم اللي احنا شاركنا فيه برغم المركز الثالث. فاحنا ينقصنا لاعبين هدف واحد، ما هدفش اهداف كتيره. فبيقول ينقصنا ان حد يقدر يخلص قدام الجون ويقدر يكون ليه فعاليه هجوميه اكتر، فمحتاجين دعم بعض اللاعبين، ومحتاجين الوقت عشان يقدر يشتغل ويحقق البلان اللي هو عايزه.